يلا. طيب نروح للخبر اللي بعده. احنا كلها ايام وهيبدأ الشهر الكريم شهر رمضان. وزارة الصحة أصدرت مجموعة من النصائح المهمة جدا، أكدت على أهميتها للحفاظ على الصحة خلال وبعد عدد ساعات من الصوم الطويلة. من النصائح دي إيه يا دكتورة؟ أول حاجة الفطار عن ساعة المغرب، يعني إن شاء الله الإفطار يكون على 3 تمرات، لأنه من الطرق التقليدية والصحية، غير إنه سنة طبعا، لكن هو قد إيه السنة دي كل حاجة فيها صح. كمان التمر غني بالألياف، والسكريات البسيطة اللي هي مش هتدخلنا يعني، بس هتدينا طاقة نقدر ناخد بريك، نشرب مية كويس، بعدين نبتدي ناكل بعد ساعة ولا حاجة. هو التمر طبعا الميزة فيه إن هو فيه عدد لا نهائي من الفيتامينز والأملاح والمعادن الطبيعية والألياف، في كل حاجه، وفي السكر اللي هو الطبيعي اللي هو بيقوم مدور مكنه الحرق وما يتخنش. فانت شغلتي مكنه الحرق، فاي حاجه هتدخلك بعد كده هتتحرق. بس ما اكلش العلبه كلها واقول ما يتخنش، لا يعني مش للدرجه دي. 3 تمرات 7 تمرات هو وتر، يعني عاده بيبقى وتر طبعا. صح، سنه 3 7، واحده 3 7 يمشي نوصل ل7 ان شاء الله، يعني عشان كده هيبقى كتير. لا 7 بقى خلاص، يبقى هو ده الفطار محتاجين ناكل جنبنا ونقسمهم لحد السحور. وطبعا الجميل كمان في الـ3 تمرات ان هم ممكن يكونوا في شويه حليب. الله، ده يبقى جميل، يبقى كده قيمه غذائيه متكامله. ونستنى شويه بقى، دورنا مكنه الحرق، نروح نصلي ونشوف هنعمل ايه وهكذا. ونفطر عادي زي ما بنفطر في يومنا الطبيعي، ونخلي الغدا بتاعنا اللي هو العشاء بعد بقى ما خلصنا تراويح، بس يكون قبل النوم بقى مش هنقدر نصلي. قبل النوم بساعه او ساعتين يعني، مش نتسحر نكبس وننام، لا طبعا لا. والناس اللي بتاكل كتير قوي وتشرب كتير قوي، اعتقد ان هي هتقتر الاكل ده على مدار اليوم تاني، وده احنا مش جمل، احنا بني ادمين عاديين. بالعكس الميكانيزم ده مش موجود، بالعكس معنا. الاكل التقيل على السحور بياخد منك طاقه، انت مش قادر تقوم تشتغل الصبح ولا تفتح عينك لو واكل تقيل قوي من اكل الغدا مثلا. فيبقى انا بحب بعد 10 مثلا ابتدي اكل. أيوه؟ اكل الفطار اللي هو ما يمنعش بقى طبعا السمبوسه، كل سنه وانتم طيبين. حاجات الكبيبه الحلوه استاذه دي بتقول كلام خطير جدا جدا. جوعتي صح؟ جدا. كمان في حاجه مهمه، هي ان احنا لو هنتناول لحوم تبقى خالية من الدهون. لو فراخ نشيل الجلد. سمك يكون مثلا مشوي او يعني متساوي في الفرن. دي بالزبط. برضو يعني عشان كده اي مشين الفرن والستيم والحاجات او بالزبط. البخار الحاجات كده نستبدلها بدل البانيهات اللي بتاخد مننا طاقة. فعلا تلاقي نفسك كلتي كل حاجه على الفطار، مش قادره تعملي اي حاجه خالص، لا تصلي. أيوة. ولا تكلمي مع حد، وعايزه تنامي. صحيح. فخلينا نبعد فعلا فكره البانيهات عن حياتنا بشكل كبير، هي نبعدها عن حياتنا عموما، لانه الحاجات المقليه عموما كميه الزيت والدهون وده مش صحيه ابدا. ونعود ولادنا كمان على والعادات السيئه اللي احنا بنعملها على مدار السنه. رمضان فرصه كويسه قوي ان احنا نبطلها. طبعا مش هتكلم على التدخين والعادات السيئه دي، لازم ان شاء الله بيحصل العكس في رمضان. يعني القهوه، الناس اللي هي مدمنه القهوه، ان تصحى الصبح تشرب كميات قهوه رهيبه، ويعني الفنجان قهوه في اليوم ما فيش منها حاجه، والدكاتره اكدوا ان دي حاجه كويسه. بس مش كتير، ما هو اي حاجه تزيد عن حدها بتتقلب لضدها. طبعا فرمضان فرصه كويسه ان احنا نبطل العادات السيئه. ايوه كمان نبعد عن الاكل المقلي، يعني مهم كمان نشرب ميه كتير جدا. اهم حاجه الميه، لان احنا بنفقد ميه كتير جدا وقت الصيام، فمفروض ما يقلش عن 10 كوبايات ميه عشان معدلات الجسم. يعني مثلا معدلات الجسم طبيعيه، ان احنا لازم نشرب ميه كتير جدا، و بنفتقد. احنا كمان جاي في وقت حر، فالمية مهم جدا جدا. ايه تاني؟ تمام. بين الحاجات كمان المهمة الخضار والسلطة، او لو انا مش هاكل خضار يبقى مثلا يا اما شوربة خضار، يا اما طبق السلطه نفسه يبقى فيه خضروات كتير، كل الفلفل الالوان مع حته افوكادو لو متوفره، جرجير. يعني طبق السلطه ده يعني مش مفروض يعدي يوم الا لما احنا ناخده. طبعا ده بتاكد على ده وزاره الصحه، انا بقول البوست ده موجود على صفحه وزاره الصحه عشان المواطنين يعني حفاظا على صحه حضراتكم في رمضان. والسلطه المفروض مكوناتها تبقى مختلفه الالوان، كل ما الالوان زادت في طبق السلطه كل ما قيمتها الغذائيه بتكون اعلى، كل معدلات الميه والالياف الطبيعيه بتكون اكتر. وحتى لو
قدمنا طبق السلطة في الأول، ودي نصيحة يمكن اللي معظم الدكاترة بتأكد عليها طول الوقت، احنا الواحد بيشبع بعد طبق السلطة، حتى لو هتاكلي بعد كده اللي نفسك فيه هتاكليه بس بكميات قليلة، ومش هيخش. فاكرة الدكتور ما كان بيقول، الدكتور مجدي نزيه، ان لما بتخش، والدكتورة برضو بتاعت التغذية قالت انه لما الحاجة بتبقى اول حاجة وفيها بانيه او دهون هي بتخش تتخزن على طول، والجسم جعان وخايف وما عندوش امان، فاول ما بتديله حاجة بيروح مخزنها بسرعة. لا، انت تديله السلطة الاول او شوربة الخضار او اي شوربة كانت، يعني ان شاء الله عدس، بس يبقى واحدة واحدة، لانك لو انت رحتي تعملي حاجة الجسم بيحصل له احساس بالشبع بعد اول تلت ساعة. صحيح. فتيجي تاكلي ما تقدريش تهجمي زي ما انت بتقولي يا ايمان، ده كلام مظبوط. وباكد برضو على اللي ايمان قالته، ان احنا نتجنب تناول المشروبات اللي فيها كافيين زيادة زي القهوة والشاي. شهر رمضان ده بيكون فرصة ان كل حاجة نظبطها، وان احنا نحافظ على صحتنا وعلى نظامنا الغذائي.